يا ندى، انا عندي ذئبه. تعرض للشمس مفيد ولا ضار بالنسبه ليا؟ سؤال جالي بشكل متكرر يمكن عشرات المرات في الفتره اللي فاتت، فقلت ما بديهاش بقى، نتكلم عنه في حلقه منفصله سريعا كده علشان اي حد بيدور على اجابه السؤال ده يلاقيها ان شاء الله. الكل يقدر يستفيد. مريضه الذئبه الحمراء تقدر تتعرض للشمس ولا لا؟ وايه علاقه الشمس اصلا بهجمات الذئبه؟ ولو فعلا في علاقه بين الشمس وهجمات الذئبه، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي حالا مع بعض. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه ودي. اعتقد اي حد بيشوفني دلوقتي ومهتم باجابه السؤال ده عنده فكره عن مرض اللوبس او الذئبه الحمراء. الذئبه الحمراء هي عباره عن اضطراب مناعي بيتسبب في مهاجمه الجهاز المناعي لاعضاء مختلفه في الجسم زي المفاصل والكلى والجلد، ممكن كمان الرئتين والعيون، ولكن الاشهر طبعا هي المفاصل والكلى والجلد. مش بالضروره كلهم، ممكن حاجه واحده او اتنين بس حسب نوع الذئبه اللي عندنا، لان هي بتنقسم لانواع كتير. معظم مرضى الذئبه بيكونوا اكتر عرضه لتحسس الجلد، لان هو احد الاعضاء اللي المناعه بتهاجمها. في احيان كتير اصلا بيتم اكتشاف المرض بسبب حاجه بتسمى طفح الفراشة، وده نوع من الحساسية او الطفح الجلدي بيظهر على الوجه في المنطقة دي، وبتبقى شكلها شبه الفراشة بالظبط، ودي من اكتر الاعراض المميزة للاصابة بالذئبة الحمراء. طيب ايه بقى علاقة الشمس بكل ده؟ هقول لكم، في كتير من مرضى الذئبة الحمراء بيلاحظوا ان هم لما بيتعرضوا للشمس بتحصل لهم حساسية، تختلف شدتها طبعا من شخص للتاني. ممكن تظهر في صورة حساسية بسيطة في الاماكن اللي كانت مكشوفة من جسمهم للشمس، زي مثلا الوجه والايدين. وفي ناس بيجيلها شعور بالحكة في كل جسمها. في ناس ممكن تبدأ معاها كمان هجمة للذئبة الحمراء بمجرد تعرضها للشمس. والحقيقة ان فعلا في ربط، المريض مش بيتوهم او هي مش صدفة. حوالي تلتين مرضى الذئبة الحمراء بيكونوا اكتر تحسسا لأشعة الشمس من الناس العادية. ليه ده بيحصل؟ لان ضوء الشمس في الاساس هو عبارة عن اشعاع radiation، وهم بيكونوا اكتر تحسسا لأشعة الشمس فوق البنفسجية. التعرض للأشعة دي بيسبب طبعا تهيج والتهاب في الجلد عند كل الناس، ده شيء عادي، وبيتسبب في حاجة اسمها موت الخلايا المبرمجة. كل ده طبيعي. الشخص العادي اللي ما عندوش مشاكل، جسمه بيقدر يتخلص من الخلايا التالفه دي بعد وقت قصير وخلاص كل حاجه بترجع تاني لطبيعتها. لكن مريض او مريضه الذئبه، لان جلدها اصلا معرض لهجمات الجهاز المناعي، فاي حاجه بتتسبب في تهيج او التهاب الجلد، الجهاز المناعي بيتعامل معاها على ان هي خطر محتمل وبيبدا يهاجم. هو ده الديس اوردر او الاضطراب او الخلل. فاللي بيحصل ان الجسم بدل ما يصلح الخلل البسيط او الدمج البسيط اللي حصل ده بسبب التعرض لأشعة الشمس، لا، بيحصل هجوم، فيبقى في عملية دمج مستمرة ومتفاقمة بتزيد. طيب نعمل ايه؟ هل ما نتعرضش لأشعة الشمس خالص؟ هقولكم نعمل ايه. اولا لازم اعرف هو انا اصلا من المجموعة من الناس اللي بتتحسس للشمس او التعرض للشمس بيسبب لي مشكلة ولا لا، لان دي مش حاجة موجودة عند كل المصابين. يمكن تكوني انتي او انت من التلت اللي ما عندهمش المشكلة دي، ما عندهمش مشكلة مع التعرض للشمس. طيب هعرف ازاي؟ هتلاحظيها بمنتهى السهولة. انتي لو تعرضتي للشمس بيحصلك هجمات ولا لأ؟ سواء جلدية او هجمات مثلا على مستوى المفاصل، او ايا كان الذئبة عندك بتهاجم ايه بالظبط. راقبي نفسك علشان تتأكدي. طيب راقبت نفسي واتأكدت ان انا عندي مشكلة فعلا مع اشعة الشمس، اعمل ايه؟ هل مخرجش بالنهار نهائي؟ طبعا أشعة الشمس مهمة جدا جدا لنا كلنا، علشان فيتامين دي وعلشان حالتنا النفسية، لان احنا لو ما تعرضناش للشمس ده ممكن يسبب اكتئاب. مهم كمان للساعة البيولوجية بتاعتنا، لان عدم التعرض للشمس بيلخبط النوم وممكن يسبب أرق، فاحنا مش هنتجنب الخروج في الشمس نهائي، احنا مش فامبايرز يعني، لكن هنتجنب قدر الامكان الخروج في الشمس في اوقات الحر الشديد او الشمس المباشرة زي الشمس اللي انا واقفة فيها دي. اوقات الصبح بدري قوي او اوقات قبل الغروب هتكون مناسبة أكتر لينا. حاجة كمان، ناس كتير هتنصحك باستخدام الصن سكرين أو واقي الشمس. أنا ضد استخدام الصن سكرين تماما وعمري ما بستخدمه، هنتكلم عن الموضوع ده إن شاء الله في حلقة تانية. ولكن إيه البديل؟ زيت السمسم الطبيعي يعتبر من أفضل البدائل الطبيعية لواقيات الشمس، وبيوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بدرجة كويسة جدا. هنحتاج كمان مع الخروج في الشمس، إذا اضطرينا للخروج في أوقات مش مناسبة، إن احنا نلبس هدوم تغطي كل جسمنا تقريبا. طيب هل في حاجة تانية ممكن نعملها تساعدنا أكتر؟ أيوة طبعا. أولا طالما تعرضنا للشمس هيكون في أضيق الحدود، يبقى لازم نهتم إن احنا ناخد فيتامين دي من المكملات مع فيتامين كي 2. هو طبعا مريض الذئبه كده كده لازم ياخد فيتامين دي باستمرار. الجرعه اللي احنا نقدر نمشي عليها لفترات طويله هي جرعه 10000 وحده دوليه من فيتامين دي مع 100 مايكروجرام من فيتامين كي 2. الحاجه الثانيه والاهم هي الكريستال. اتكلمنا عن الكريستال قبل كده بالتفصيل. هو مركب طبيعي مهم جدا لتقليل الهستامين واعراض الحساسيه عموما، وهو من اكتر الحاجات الفعاله جدا لتقليل تهيج الجلد عند مرضى الذئبه.
القصه دي حصلت فعلا من حوالي سنه كده. كان عندي حاله عندها ذئبه حمراء، كل ما تتعرض للشمس يحصل لها طفح جلدي في كل جسمها، وبيبقى شديد وصعب جدا في الاماكن المعرضه للشمس، وبيسبب لها احساس مزعج جدا بالحكه. طبعا المشكله دي ظهرت جدا في فصل الصيف. طبعا حطينا البرنامج بتاعنا، وحطينا من ضمنه جرعات محترمه جدا من الكيرستين. بمجرد ما دخلنا الكيرستين في النظام اختفت الحساسيه فعلا. فطبعا انصح بيه بشده لاي شخص بيعاني من الحساسيه او تهيج الجلد اللي بيحصل بسبب الاصابه بالذئبه الحمراء. هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف او في اول كومنت تحت الفيديو. يا رب اكون جاوبت على السؤال بشكل وافي. ممكن كمان تشوفي الحلقه الكامله اللي اتكلمنا فيها عن علاج الذئبه الحمراء بدون ادويه اللي هتظهر دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس. اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي. اللوبس او الذئبه الحمراء واحده من اكتر الاضطرابات المناعيه انتشارا وشيوعا. الحقيقه انه اضطرابات المناعه الذاتيه زادت جدا جدا في السنين الاخيره، ومعدلات الاصابه بيها بقت كبيره جدا ومرعبه. مين لو مش هو شخصيا مصاب باضطراب مناعي؟ مفيش حد في عيلته او اصحابه او معارفه بيعاني من اضطراب مناعي، ومع ذلك لسه الكلام اللي بنسمعه عن الاضطرابات المناعيه هو نفس اللي بيتقال من عشرات السنين. ما نعرفش بتحصل ليه، ملهاش علاج وبس. لا لا خلاص بقى كفايه. الاف الناس حوالين العالم وانا واحده منهم قدرنا نعالج نفسنا ونتعافى من اضطرابات المناعة الذاتية بطرق مختلفة، عن طريق تغيير نظام الحياة لنظام خالي من الحاجات اللي بتحرض وبتحفز الأمراض، عن طريق التغذية، عن طريق اهتمامنا بالصحة النفسية والذهنية الويل بينج، وهو ده اللي احنا بنحاول نتعلمه مع بعض. الحالة النفسية، الذئبة من أكتر الأمراض اللي مرتبطة بالحالة النفسية، وهتلاحظي إن أنت كل ما نفسيتك بتتعب أو يحصل لك أحداث سيئة في حياتك بتحصل لك هجمة والمرض بيشد حيله عليكي جدا، لأن نشاط الذئبة فعلا مرتبط جدا بالضغوط النفسية. خففي شوية من الضغوط اللي موجودة في حياتك. لو في أي حاجة بتضغط عليكي وتقدري تبطلي تعمليها أو حد تاني يعملها ويقوم بيها بدالك، ما تتردديش. شيلي من عليكي أي مصدر للضغوط، حتى لو الحاجة اللي أنت بتعمليها لو غيرك عملها مش هتتعمل على اكمل وجه، مش مهم، المهم راحتك النفسيه. مش لازم تحلي كل مشاكل العالم بنفسك. انت مش مسؤوله عن كل الموجودين على الكره الارضيه، ولا انت مسؤوله عن مشاكل الامن الغذائي ولا الاحتباس الحراري. ركزي على نفسك، ركزي على اللي انت تقدري تعمليه بس، وما تحمليش نفسك فوق طاقتها. ما تشيليش مسؤوليات مش بتاعتك، وتعلمي ما تدخليش في معارك مش ضروريه. باختصار اكتر، لازم تتعلمي فن اللامبالاه. ده جزء من العلاج والله. الكلام اللي انا بقوله ده مش رغي فاضي، فكري في الكلام ده وحطيه في دماغك كويس جدا، وتعاملي على ان هو جزء من علاجك.